avec Seb et ses pompes. Avec une petite distributeur de la forêt, c'est la chambre. Après, on s'en va aller à l'étage, on va aller à l'étage. Et puis, on a les fenêtres, j'ai déjà dit. كان هنالك ثلاث فرسان نزهاء الحمد لله بين من رآها فرصة ثم عند الانتخابية فرصة للوصول إلى السلطة، من رآها رؤية للوصول إلى السلطة، ومن رآها الجزائر المنتصرة. الشعب الجزائري اختار الجزائر المنتصرة، فهنيئا للأخ الأكبر السيد رئيس الجمهورية، نجد الثقة في عودة ثانية. كنا شاركنا في الجزائر الجديدة، سنشارك أيضا إن شاء الله في الجزائر المنتصرة، عاش في الجزائر. طبعا مستقلة منتصرة. كان أيضا أعلن بإحداث دازا مدينة وهران كانت تظهر ملتقى الشباب الإفريقي شارك أكثر من 43 مشارك 55 دولة كنا شاركنا ومثلنا والمنتخبين مثلنا اللي عيد نجم المنتخبين أيضا الشباب على مستوى الوطني كانت دورة ناجحة مشكلة الشباب الإفريقي تعرف على الجزائر شو نشوفها في الاعلام الجزائر حق وشاف مدينه وهران الحمد لله هي ولايه مجاوره نتمنى لاهلها كما نتمنى لاهل الجزائر كل خير محليا تصروها في نادي 17 اكتوبر كانت زياره من طرف الوزير الحالي للشباب على الشباب وكان احتفال في هذه المناسبة كان زارنا مجموعة من الفنانين أيضا في نفس التاريخ احتفلنا بيوم الهجرة رفقتهم سويا كانت أيضا ما بين الدورة السابقة والدورة الحالية محليا نصف الاستياب الذي اختتم ونعتبروه ومع ما ناجح إلى حد بعيد ولاية عين تيموشن في الولاية السياحية بامتياز طريقها الساحلي 131.02 41 مؤسسة فندقية استقطبنا هذا العام المفروض 4 ملايين 800 مصطفى رقمنا القياسي خلال السنوات الأخيرة كان 6 ملايين 600 نهدف إلى الوصول إليه عندنا 25 شاطئ من 18 محطة وثلاثة إن شاء الله أنا نهدف إلى الدراسة لفتح المسالك وتهيئتها إن شاء الله راح ندرسوا هذه النقاط خلال جدول أعمالنا نجد ملف لتقييم موسم الاستياف كان هنالك ايضا ولايه عين تيموشن كما نعرف هو ولايه فلاحيه كان انطلاق من سن البدء وندعو الله ان شاء الله واياكم ان يكون غير صيد نافع ان شاء الله ولايه عين تيموشن لما نقولوا ولايه فلاحيه بامتياز نتكلموا على 203000 هكتار منها 180000 صالحه للزراعه منها تقريبا 18000 نسقيه 17900 هكتار نسقيه نتمناه ان شاء الله كل هذا النقاط مشاكل اخرى في المواطن على صحة من رفقة السيد والي الولاية الفاضل المحترم من عاود في الموالي ايضا لنهنوا ساكن في عين تيموشن ديال التنصير اطار ما شاء الله نقول على تعيين من طرف اخ رئيس الجمهورية وتنصيب هذا الاسبوع من طرف السيد وزير الداخلية كذلك قدم تحية للاخ محمد نور والي ولاية جانب الأخ فؤاد عيسي فيما قدموا لهذه الولاية والي ولاية عقار بالمناسبة أيضا نبشروا والي ولاية غينيزان اللي مر على ولاية عين تيموشن مؤخرا نجوا بتحية لهم جميعا تقني جدا اللي تحتك بالولاية من الدورة السابقة والدورة الحالية نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله أيضا قائد الحقيقة العسكري التحق أيضا بالولاية خلال الفترة الأخيرة في أجازة نتمنى له أجازة موفقة إن شاء الله. بلعل اللي شفناها انطلاق صعوبة انطلاق لموسم الرياض بالمناسبة كنا مع السيد ويلو نديرو مبادرة إن شاء الله تكون أيضا مدير النقد موفرين على حافلات إلى إن شاء الله في مزيانة يوم الجمعة إن شاء الله وللشباب والرياضة زيدي وفرنا تاني ربعة كما مديرنا إن شاء الله طالبي عنيف كنا واقفين معاك وشفنا مسار برضه معاك قدمت حتى المال الخاص تعبنا هذا التاريخ اليوم نقدموا لك نداء بغينا نعرفوا الجواب اليوم حاج الوالد الوالد مسار نتكلموا معاك
تعاود تسدد الفريق ولا مشيت الفريق باش ما تبقوش تعاود عاطي تاع الفساد وروحوا تشوفوا حل الضغط. الولايه راه هذه سامحيني وزيره. نرحبوا بالوالي ولايه حياتي مرشد باللجنه الفنيه اعضاء المجلس الشعبي الولائي وشيوخ كل الافاضل العائله الثوريه. حنا عندنا شرف كبير ان نساعد الولايه تاعنا من هذا الشباب في حياتي مرشد وان شاء الله باذن الله بلوغ تاع السلطات الولائيه منهم والي الولايه ورئيس المجلس الشعبي الولائي اللي دائما كان لهم مفتاحهم ودائم في فريق شباب حياتي مرشد وفرق اللي تنشط داخل الولايه. ان شاء الله باذن الله نوفوا على هذا الفريق وما نخلوش الفريق تاعنا ان شاء الله باذن الله كما قال لك في عالي ان شاء الله وان شاء الله نكونوا حنا بالوقوف تاعنا ووقوف جميع الرجال ان شاء الله باذن الله نعاودوا نوضوا الفريق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.